لكم. بعدما حط الرحال في وقت سابق بمدينة باكاو الغامبية أجرى مساء اليوم المنتخب الوطني المغربي حصته الأخيرة استعدادا لمباراة يوم غدا. لتفاصيل أكثر حول أخبار المنتخب الوطني ينضم إلينا من غامبيا الزميل عادل العمري. عادل مرحبا. مرحبا بك صديقي قرده، مرحبا بكل المستمعين الاوفياء ديال راديو مارس. من هنا من ملعب المباراه اللي كيجري فيه المنتخب الوطني المغربي الحصه الرسميه ديال قبل المواجهه يوم غد اللي هي كتجرى في نفس توقيت المباراه. فالان وصلنا للدقائق الاخيره من هذه الحصه التدريبيه. الحصه التدريبيه اللي ما عطاتناش حتى شي معلومه جديده يمكن على المنتخب حتى من الحصه، فما بانتش بتاتا الملامح ديال المنتخب اللي غادي يكون غدا ان شاء الله في المباراه. فإيريك جيريت يمكن ما بغاش يوصل حتى يمكن اللاعبين ديالو شكون اللي غيكون غدا رسمي في اللقاء وشكون اللي غيكون في الاحتياط. فحصه تدريبيه كانت كتعتمد بشكل كبير على اللياقه البدنيه وكذلك الانسجام بين العناصر الوطنيه. شفنا ان بعض النوبات كنشوفوا اللاعب مصطفى المراني امام الهجوم ديال العناصر ديال الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي كلها. شفنا بعض النوبات كذلك الكره في وسط الميدان بشكل كبير بين خرجة حرماش وبالهنداس اليمن، فيمكن اي تفانا وفي اليسار بالرهضه. يمكن هذه الملامح ديال وسط الميدان الدفاع شكون اللي غيكون مع بن عطيه وبركديش لا في اليمين لا في قلب الدفاع. هذه كل أسئلة ما بانتش بتاتا من هذه الحصة التدريبية. اللي ملاحظ فيها هو أن المورال ديال اللاعبين فالمورال طالع بشكل كبير، تمنوا أن الانسجام والقوة البدنية تكون غدا باش نحققوا نتيجة إيجابية. عادل، بالنسبة يعني كنعرفوا الظرفية ديال المباراة يمكن مواكبة لهذا التوقيت، كيفاش دار الأجواء المناخية عادل في التوقيت؟ فأجواء تشبه كثيرا الأجواء ديال المدينة في الدار البيضاء، فمع الرابعة ومس التوقيت ديال غامبيا، الخامسة ومس التوقيت ديال المغرب وقت انطلاق المباراة، فكيكون شوية ديال الجو ساخن حوالي 31 درجة. فمن بعد يمكن الجولة الثانية غادي تكون أجواء مناخية أقل حدة من الجولة الأولى، يمكن الجو كيكون مرتفع شوية. يمكن مراكش درجة الحرارة ديالها أكثر بكثير من غامبيا. أرضية الملعب فكتبان لأن أرضية الملعب جيدة جدا، بعض الأماكن فيها اللي ماشي هي هذيك، مي على العموم فأرضية الملعب جيدة، يمكن الواحد يدرج فيها الكرة بطريقة جيدة. الحصة التدريبية حوالي 1500 واحد أو متفرج من غامبيا هو اللي يتبعوا هذه الحصة التدريبية بالإضافة للصحافة الوطنية. فإيريك منع التصريحات ديال اللاعبين، فقال بان خاص تكون لا كونسونطراسيون، منع التصريحات، قال بانه كان ديجا التصريحات في مدينه مراكش على طول الاسبوع، فبغى شويه اللاعبين يركزوا في ما هو اهم اللي هو التدريب. نعم، اذا شكرا لك عادل، كنت معنا مباشره من غامبيا. انريجستري بار www.widedclub.com